اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، النهارده جايبه لكم معايا لعبه تجنن هتعجبكم جدا، اسمها بوب بالون. ايه ده، معانا كمان 40 بالونه مختلفه هنقدر ان احنا ننفخهم مع بعض النهارده ونعمل بيها اشكال حيوانات. زي المره اللي فاتت جبنا شكل الفار ده، شفتوا شكله جامد ازاي؟ النهارده بقى هنعمل شكل كائن تاني. يا ترى هنعمل ايه؟ هنعمل كلب. ايوه هنعمل كلب مع بعض. بص بقى، في ستيكرز كتيرة جوه، وفي هنا أشكال حيوانات كتير أوي مختلفة. في كمان المنفاخ. اوكي، هنا بقى في شكل السيف كمان. بصوا، بنقدر ان احنا نشكله بقى، عملنا بيه شكل الفار الفظيع ده. اوكي، وهنا بقى عملنا أشكال تانية. هنا برضو بقى شكل الكلب ده، بصوا. وهنا بقى شكل الورد. الله، وممكن نعمل بقى كائنات مختلفة. واو، شفتوا بقى، هنا مكتوب عليه بوب بالون، وهنا ده الفار اللي احنا عملناه قبل كده. تعالوا بقى نشوف هنقدر ان احنا نعمل مع بعض الكلب ازاي. اول حاجة هنفتح البالون الطويل قوي ده، وهنلاقي بعد كده بقى اللون اللي هيعجبنا اهو. بصوا، ده التمساح ده هنحط بقى فيه البالونة. نبتدي بقى ان احنا ننفخ. ونكون كده، بصوا، نفخنا بقى البالونة كلها، بس لسه فاضل حتة ورا، ممكن نستخدمها كالديل بتاع الكلب او حاجة. الله، هنفكها بقى كده. اوه بصوا، يا للأسف البالونة فسدت مني، هحطها بقى تاني، اتقطعت كمان، فهجيب بالونة تانية وافخها مع بعض من الأول. جبت واحدة بقى باللون الأزرق، هنعمل كلب لونه أزرق هيكون شكله جامد. وهنضغط بقى كده، وكان جاي رابطين بقى الحتة دي بشريطة. ونضغط بس كده باقي عشان كله بقى يكبر. ونقوم جاي بقى كده ربطناها بشريطة. واو، شفت الشريطة ايه بقت؟ شكلها حلو. هنكمل بقى الباقي كده. ونلف بقى الحتة دي كده. اهو شفت، عملناها بقى كده بالظبط. الله، ده شكل الكلب بقى كده من قدام. فاضلنا بس تشكيل الحته اللي ورا، ده ودينه الاتنين وده وشه. اوكي، شفت بقى شكلهم جامد ازاي. نحط بقى الحتة اللي ورا دي، وجاي لفاها بقى كده. بصوا، جبت الصراحة بالونة تانية لونها اخضر، عشان اعرف ان انا اشكلها بالظبط احسن من التانيين اللي فاتوا.
اهو بنلف كده الحته دي صغيره جدا اهي زي ما انتم شايفين، بنلفها كويس. وعايزين بقى احنا نعمل الودن دي برضو، نلفها برضو اهي نبقى لافين دي كمان عشان نعمل بقى الودان والوش. والجزء ده بقى كده كمان لفيناه اهو. واو شفتوا؟ اهو كده بقى عملت المسيحات، للاسف دي بتتفك لورا فبحاول اقعد ارجعها تاني عشان بقى تمشي كويس. اهو كده بقى لفيناه. واو كده بقى عملنا وش والجسم بتاعه ومراخيره وبقه. فاضلنا بس بقى الرجلين. اهو بحاول بس الفها بقى كده تاني عشان تقدر ان هي تكون ماسكة نفسها. اهو هلف بقى الحتة دي كده، وفي الاخر اكون كده عملت بقى ايه، ايدين الاتنين. بس هنعمل بقى الايدين الاتنين اللي ورا، هنعملهم بقى بنفس الشكل بالظبط. الله شفت شكله مضحك ازاي، ولونه اخضر، كلب لونه اخضر بيضحك قوي. هنعمل بقى الجزء التاني بتاع رجليه كده. اهو هنلفها بقى كده. بعد كده قوم جاي عامله بقى رجلين الاتنين ولفهم كده حواليه. واو واكون بقى كده خلصت الكلب بتاعي لما عملته بالبالونه. الله شفت بقى بعد ما خلصت شكله جامد ازاي، البابت الفظيع ده. اتمنى ان هو يكون عجبكم، وقولولي بقى في الكومنتات ايه رايكم فيه. انا عن نفسي ايه ده، وشه فك، ممكن احنا نرجع نعمله تاني، نربطه تاني مفيش فيه مشكله. بس كان شكله جامد قوي اول لما خلصناه. انا اتمنى ان هو يكون عجبكم. هرجع بقى اعمله كده تاني لوحدي بعد كده بقى اقراها لكم. لا لا انا شايفه بقى ان هو فظيع. هستنى بقى اصحابي الكومنتات بتاعتكم، استنى نرجع نعمله بس كده تاني. هو كده بقى رجعه تاني زي ما كان. الله انا عن نفسي عجبني جدا جدا الكلب الفظيع ده. قوليلي بقى في الكومنتات يا ترى اني عجبكم اكتر، الكلب الفظيع ده ولا الفار لونه موف. هستنى بقى اصحابي الكومنتات بتاعتكم، وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العيب الفول. توحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.